أنه يوم بعد يوم، مش بس حتى شهر ولا سنة، إيرادات قناة السويس بتتغير، ومشروع قناة السويس الجديدة المجرى الملاحي الموازي يتحدث عن نجاحه ويحقق ثماره ونجني ثماره، أحد أهم الدعائم الاقتصادية للدولة المصرية بتعتمد عليها في جمهوريتها الجديدة في بناء اقتصاد قوي. إيرادات قناة السويس المصرية حققت أعلى معدل شهري في تاريخها خلال شهر يناير اللي فات، حققت 802 مليون دولار، في زيادة قدرها 47% لو احنا هنقارن شهر يناير السنة اللي فاتت. الحقيقة مش بس كده، قناة السويس مع بداية سنة 2023 حققت أرقام قياسية جديدة غير مسبوقة على مستوى الإيرادات، منها مثلا عدد السفن العابرة للقناة من الاتجاهين خلال شهر يناير، واللي وصلت ل 2155 سفينة من الاتجاهين. كمان إجمالي الحمولات الصافية كان 123.5 مليون طن. نتكلم مع حضراتكم يعني عن تفاصيل هذا الإنجاز الضخم. معانا دلوقتي على التليفون سعادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. مساء الخير على حضرتك، وطبعا يعني بنبارك لك وبنبارك لمصر كلها على هذا الإنجاز المتكرر. الحقيقة احنا بقينا كل يوم بنتحدث عن تحقيق إيرادات قياسية لقناة السويس. عايزة حضرتك تفهم الناس ازاي ده بيتم والأسباب ورا ده. اهلا وسهلا بكم، والحمد لله ان احنا نكون عند حسن ظن المصريين. المصريين كلهم بالنسبة لهم قناة السويس دي حاجة يعني هيئة كبيرة، وانها هم بيملكوها، ودي حاجة بتسعدنا يعني ان هم دايما بيسألوا عليها ودايما خايفين عليها، فدي حاجة يعني جيدة. واحنا الحمد لله لغاية دلوقتي ربنا يساعدنا دايما ان احنا نكون عند حسن الظن ودايما نحقق نتائج أكتر، وكل شهر عن شهر زي ما حضرتك بتقولي، كل يوم عن يوم الحمد لله النتائج أفضل. كنا المتوسط اليومي بعدد السفن مثلا كان قبل قناة السويس الجديدة كنا بنتكلم في 42 سفينة 45 سفينة، دلوقتي احنا كنا بنتكلم اخر حاجة كانت 68 سفينة، النهاردة احنا بنقول لا ده المتوسط اليومي دلوقتي 70 سفينة. دي ارقام للمتوسط اليومي، لكن مش معنى كده ان ده اكبر رقم، لا، احنا كان معدي عندنا 94 سفينة و96 سفينة في شهر نوفمبر اللي فات، ويعني ارقام بتتوالى توصل لغاية 100 سفينة دلوقتي الحمد لله في ايام متفاوتة يعني. برضه احنا اكبر الحمولات يعني اكبر سفينة حاويات في العالم كانت عبرت قناة السويس برضه في شهر نوفمبر 240 ألف طن، كان عليها 24 ألف حاوية، طول 400 متر بغطس تحت 17 متر. أرقام الحمد لله يعني بتحقق زي ما حضرتك قلت دلوقتي، الأرقام اللي إحنا عملناها بالنسبة للعائد اللي هو 852 مليون دولار، 802 مليون دولار خلال شهر يناير، يعني مقارنة بالشهر يناير السنة اللي فاتت اللي كان 545 مليون، بننفذ حوالي 47% عائد. كل دي ارقام فعلا يعني الحمد لله دي بتعكس اولا نمره واحد قناه السويس الجديده. قناه السويس الجديده كل يوم بتثبت ان لا، هي لولا قناه السويس الجديده احنا ما كناش طبعا لا عدد السفن ده كان هينفع يمر، ولا الحمولات دي، ولا كنا حققنا الايراد ده. فالحمد لله يمكن قرار سياده الرئيس في 2014 نحفر قناه السويس الجديده في سنه واحده بس، كمان بدل ثلاث سنوات بدانا نحقق على طول الايرادات من اول يوم، ده كان رؤيه جيده جدا وفعلا اثمرت نجاحها، والفلوس بتاعت المصريين رجعت لهم، والعائد بتاعها زاد. يعني احنا الحمد لله سددنا الفلوس دي كلها من العائد اللي جه زياده نتيجه قناه السويس الجديده. واحنا كل يوم في التطور، والحمد لله رب العالمين بنحقق نجاحات وسياسات تسويقيه جيده بتنفذ بتحقق هذا النجاح. يعني سياده الفريق، اعمال التطوير اللي بتحصل في المجرى الملاحي الاهم بالنسبه لنا في العالم، بالتاكيد ده بيساعدنا في مساله اعداد السفن اللي بتعدي او حتى الحمولات اللي يعني بتعدي، وانه ده ما كانش بيحصل قبل كده. كلام حضرتك مظبوط طبعا، يمكن من بدا يعني طبعا هي قناه السويس في تطوير من 56 من ساعه ما امم السيد الرئيس كمال عبد الناصر الله يرحمه، والسياده رجعت للمصريين، وبعد كده جه انور السادات افتتحها في 75 حصل ليها تطوير، وبعد كده سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مهتم جدا مش بس بقى قناة السويس الجديدة وخلاص الموضوع خلص على كده لا، سيادته معانا يوم بيوم وبيصدع على كل مطالب هيئة قناة السويس سواء في التطوير او ان احنا نجيب وحدات جديدة ككركات وقطارات. احنا دلوقتي فعلا بنعمل عملية تطوير في ال 40 كيلو اللي في الجنوب من كيلو 122 لكيلو 162، بنزود الاعماق من 66 قدم ل 72 قدم، يعني بدل ما كانت 24 متر 27 متر، بعد كده هنكمل بعد المشروع ده بيخلص بقيه القناه للرقم ده، الرقم ده هيوصلنا ان في سفن لسه ما اتبنتش الغطس بتاعها يوصل للعمق ده. لكن هو احنا التطوير اللي بنعمل ان احنا بنعمل طبعا توسيع على جهه الشرق 40 متر في 30 كيلو، وبنعمل تعميق من 66 قدم ل 72 قدم، و10 كيلو التانيين في بحيرات المره الصغرى بنعمل دبلنج فيها، يعني تبقى قناه السويس جديده اخرى تضاف ل 10 كيلو تضاف ل 72 كيلو بتوع قناه السويس،
تبقى 82. كل ده يساعدنا ان احنا نستقبل 6 سفن زياده جوه المجرى الملاحي، ويحسن الملاحه في الجزء الجنوبي ده بنسبه حوالي 28%. طبعا العملاء بيبصوا على اللي بيتعمل دون، وبيشوفوا ان احنا لا نقل جهدا ان احنا دايما نعمل تطوير في تبقى في ثقه في قناه السويس دايما على طول شغاله انها تعمل الكلام ده. فالحمد لله احنا يوم عن يوم بنطور، وسياده الرئيس متابع كويس جدا، متابع كمان تطوير الاسطول. احنا كنا عرضنا الاستراتيجيه بتاعتنا ان احنا تطوير مجرى ملاحي وتطوير الاسطول، مجرى ملاحي شغالين فيه، تطوير الاسطول جبنا كراكتين جداد، طبعا اكبر كراكتين في الشرق الاوسط، بنجيب 6 قطارات من الصين، 3 منهم 2 وصلوا وواحده هتوصل الشهر الجاي، ونصنع 3 عندنا في ترسانة بورسعيد بالتعاون مع الصين، لان التكنولوجيا الناس تستفيد وتتعلم. نعمل 4 قطارات اخرى برضه مع شركه ترسانة جنوب البحر الاحمر، وبنجيب كراكتين من ترسانة اسكندريه عملاق عشان الانقاذ 180 200 طن، وحاجات كتير جدا. سياده الرئيس بيصدق وبيقول لا لازم هيئه عالميه وهيئه كبيره لازم تمتلك القدره ويكون عندها افضل حاجه ويكون احسن حاجه. فاحنا شغالين في هذا الموضوع ومش هنبطل تطوير، وقناه السويس ما بتسمحش ان هي يقف فيها التطوير ابدا، يعني على طول بيبقى مستمر. واحنا نوعدكم بكده ان شاء الله ان احنا عشان نحقق ايرادات اكتر باذن الله. صحيح سعادة الفريق، وده يمكن اللي بيأكد مسألة ارتفاع الإيرادات شهر بعد شهر، إنه الموضوع ماشي وفق خطة واستراتيجية واضحة لتطوير قناة السويس وجذب المزيد من السفن اللي بتعبر قناة السويس. الحمد لله، يعني أقول لحضرتك السنة اللي فاتت الميلادية لغاية ديسمبر محققين 23,855 سفينة عبروا قناة السويس. الرقم ده طبعا رقم جبار، ما كانش كنا بنتكلم كده في 17,000 18,000، لما نوصل ل 23,800 بنتكلم على ايراد 8 مليار دولار، كنا بنتكلم قبل كده في 5.8 و6.2 الكلام ده. ننتظر ان شاء الله باذن الله ان احنا في شهر يونيو اللي جايه مع السنه الماليه يعني نحقق 8.6 مليار، يعني 600 مليون دولار كمان زياده. كل دي حاجات يعني طبعا بتدل ان لا في ثقه في قناه السويس، وخاصه بعد ايفر جيفن طبعا، يعني ان في ثقه في قدرات قناه السويس، في قدرات عندهم، الناس دي شغاله كويس، باصه على الموضوع وعارفه هي بتعمل ايه. فده بيخلي الخطوط الملاحيه الحقيقه تختار الطريق الاول اللي ملوش بديل، هو قناة السويس، أقصر طريق وأمن طريق موجود في الملاحة العالمية. احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا سعادة الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، شكرا جزيلا على وجود حضرتك معنا.